الهدف من هذا العرض هو تعريف طلبة الطب البشري على طريقة مبسطة لكتابة وصفة طبية كاملة Prescription Writing. عناصر الوصفة الطبية الكاملة: الوصفة الطبية Prescription يجب أن تحتوي على 6 عناصر. أولاً، معلومات الطبيب المعالج Prescriber's Information، وتشمل الاسم، التخصص، العنوان، ورقم الهاتف. ثانياً، معلومات المريض Patient's Information، وتشمل الاسم، العمر، الجنس، ورقم الهاتف. ثالثاً، تاريخ المعالجة. رابعاً، معلومات عن الأدوية الموصوفة Main Body of Prescription، وتشمل صيغة الدواء، الجرعة، طريقة الاستعمال وغيرها. خامساً، المرفقات Appendix، وتشمل التحذيرات Warnings، معلومات حول إعادة صرف الدواء Refill Information، الحاجة إلى صرف الدواء في علبة لا يستطيع الأطفال فتحها Child Proof Bottle. سادساً وأخيراً، توقيع الطبيب المعالج. تفاصيل الأدوية الموصوفة The Main Body of Prescription. تحتوي هذه الفقرة من الوصفة الطبية على معلومات عن الدواء الموصوف. نبدأ الوصفة الطبية بشعار RX الذي يعني أمر صرف الدواء من الطبيب للصيدلاني Dispense، متبوعا بالاسم العلمي للدواء Drugs Generic Name، متبوعا بقوة أو عيار الدواء Strength، وهي تعني تركيز المادة الفعالة بالحبة الواحدة. فحبوب الدواء مثلا أو الكبسولة قد تحتوي على 250 ملغراما من الدواء أو 500 ملغرام من الدواء وهكذا. لذلك يجب أن نحدد للصيدلاني أي عيار نريد وصفه، متبوعا بصيغة الدواء Formulation، حيث أن الدواء الموصوف قد يكون على شكل حبوب Tablets، أو شراب Syrup، أو معلق Suspension إلى آخره. لذلك يجب أن نحدد للصيدلاني أي شكل نريد وصفه، متبوعا بالجرعة Dose. هذا الجزء من الوصفة يتيح لنا أن نحدد عدد وحدات الدواء الموصوف التي ينبغي على المريض أخذها في كل مرة يتناول فيها الدواء، مثلا حبة واحدة، حبتين، 5 مل إلى آخره. تفاصيل أخرى حول الأدوية الموصوفة وتشمل طريقة حقن الدواء Route of Administration، أي كيفية حقن الدواء مثلا عن طريق الفم PO، حقنة بالعضل IM، حقنة بالوريد IV، أو تحميلة شرجية ريكتالي إلى آخره، متبوعا بتردد الحقن The Frequency of Administration، وهي تعني عدد المرات التي ينبغي على المريض حقن الدواء بها، مثلا كل 4 ساعات، كل 12 ساعة، كل 24 ساعة وهكذا، متبوعا بمدة العلاج Duration of Therapy، ثم كمية الدواء الموصوف Quantity of Medication، وأخيرا إرشادات الاستعمال بلغة المريض Instructions. توضح هذه الشريحة العناصر الواجب توفرها في الوصفة الطبية الكاملة Complete Prescription، مع طريقة سهلة للتأكد من أن كافة العناصر موجودة بالوصفة. لاحظ معلومات الطبيب المعالج بالأعلى متبوعة بمعلومات المريض. لاحظ في الأسفل وجود التحذيرات Warnings، الحاجة إلى صرف الدواء مرة أخرى أو إعادة صرف الدواء Refill، والحاجة إلى صرف الدواء في علبة لا يستطيع الطفل فتحها Child Proof، وتوقيع الطبيب Signature. لاحظ الجزء الرئيسي من الوصفة The Main Body of Prescription، والذي يحتوي على معلومات كثيرة حول الدواء الموصوف.
يبدأ الجزء الرئيسي من الوصفة بشعار RX ويعني اصرف الدواء، متبوعا بالاسم العلمي للدواء Drugs Generic Name، متبوعا بثمانية عناصر يمكن تلخيصها باستخدام الجملة التالية SFD RFD QI. S تعني Strength، F Formulation، D Dose، R Route of Administration، F Frequency of Administration، D Duration of Therapy، Q Quantity، I Instructions. إذا قمنا بعد العناصر التي ينبغي كتابتها بالوصفة بعد اسم الدواء نجد أنها ثمانية عناصر. إذن هذه الوصفة الطبية كاملة. هذه الشريحة توضح مثالا على وصفة طبية كاملة لدواء باراسيتامول. لاحظ العناصر المكتوبة لوصف الدواء وهي إشارة RX وتعني اصرف الدواء، متبوعة بالاسم العلمي للدواء وهي في هذه الحالة باراسيتامول، ثم قوة الدواء أو عيار الدواء وهي 500 ملغرام، ثم صيغة الدواء formulation وهي tablets، ثم الجرعة دوز وهي 1 tablet أي حبة واحدة، ثم طريقة حقن الدواء route of administration وهي في هذه الحالة PO أي عن طريق الفم، ثم تردد الحقن frequency of administration وهي في هذه الحالة Q6 hours أي كل 6 ساعات، ثم مدة العلاج وهي في هذه الحالة 3 أيام، ثم كمية الدواء الموصوف وهي في هذه الحالة 12 حبة، وأخيرا إرشادات العلاج بلغة المريض. بعد كتابة الوصفة الطبية نقوم بمقارنة العناصر الموجودة بالوصفة بشعار SFD RFD QI، فنجد أنه بعد كتابة اسم الدواء نجد العناصر التالية S Strength 500 mg، F Formulation Tablets، D Dose 1 Tablet، R Route of Administration PO، F Frequency of Administration Q6 Hours، D Duration of Treatment 3 days، Q quantity of medication 12 tablets، I instructions حبة واحدة عن طريق الفم كل 6 ساعات لمدة 3 أيام لخفض الحرارة. إذن هذه الوصفة الطبية كاملة. توضح هذه الشريحة وصفة داخل المشفى chart order، ويظهر أن الفروقات بينها وبين الوصفة العادية Outpatient Prescription هي التالية: أولا، في الوصفة داخل المشفى يجب تحديد الوقت Time. ثانيا، لا يلزم في الوصفة داخل المشفى تحديد كمية الدواء Quantity أو إرشادات الاستعمال Instructions، لأن الممرض هو الذي يقوم بحقن الدواء للمريض داخل المشفى، وبالتالي العناصر الواجب توفرها في الوصفة داخل المشفى هي Time زائد SFD RFD. نستطيع الحصول على المعلومات الخاصة بوصف الأدوية من خلال كتيب الوصفات الطبية British National Formulary BNF، والذي يعطينا معلومات كاملة عن الأدوية من حيث دواعي الاستعمال، الصيغ المتوفرة من الدواء، الجرعة وغيرها. مثال: شخص بالغ يعاني من التهاب حاد وشديد بالأذن الوسطى أوتايتس ميديا. الخيار الأمثل في هذه الحالة هو أموكسيسيلين. كيف نكتب للمريض وصفة طبية كاملة؟ عند فتح الصفحة التي تعطي معلومات عن الدواء الموصوف نجد معلومات كثيرة،
لكن لغايات وصف الأدوية يجب الذهاب مباشرة إلى ثلاثة عناصر أساسية. أولاً، الصياغة المتوفرة من الدواء formulation. ثانياً، الجرعة dose. ثالثاً، قوة الكبسولة أو الحبوب المتوفرة strength. لدى فتح الصفحة التي تحتوي على معلومات حول دواء أموكسيسيلين في هذا المثال، نذهب مباشرة إلى معلومات الجرعة وصيغ وقوة الدواء المتوفرة، فنجد المعلومات التالية: Available strengths Amoxicillin capsules 250 and 500 milligram Dose Adult dose 500 milligram capsules every 8 hours. نبدأ الوصفة الطبية الكاملة بشعار RX متبوعا بالاسم العلمي للدواء أموكسيسيلين، متبوعا بمعلومات الدواء الموصوف: Strength 500 milligram Formulation Capsules Dose 1 capsule Route of administration PO Frequency of administration Q8 hours Duration of treatment for 10 days Quantity of medication 30 capsules Instructions كبسولة واحدة عن طريق الفم كل 8 ساعات لمدة 10 أيام لعلاج عدوى الأذن الوسطى. بمقارنة المعلومات المتوفرة مع شعار SFD-RFD-QI نجد أنه بعد اسم الدواء يتواجد 8 عناصر. إذن هذه الوصفة الطبية كاملة.